بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ووفقنا لما تحب وترضى وسائر المسلمين، وارحمنا وارحمهم وعافنا وعافيهم، وتب علينا وعليهم، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، آمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. في الجلسة الماضية كنا تكلمنا على مصارف الزكاة، وأن الزكاة تدفع لأصناف ثمانية المذكورين في الآية المشهورة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وتكلمنا على الفرق بين الفقير والمسكين، وأن عندنا عند الشافعية الفقير أسوأ حالا من المسكين، خلافا للمالكية. المالكية عندهم المسكين أشد فقرا من الفقير، لكن على أي حال هو خلاف في التعريف ولا ينبني عليه عمل. هذا الخلاف لا يختلف في العمل. فالفقير والمسكين هو المحتاج. درجة الحاجة الشافعية عندهم الفقير حاجته أشد من حاجة المسكين، والمالكية العكس. ووقفنا على المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ يعني في هذا الزمان يمكن هيبقى في بعض مؤلفة القلوب اللي هم حديثي عهد بإسلام. كل واحد حديث عهد بإسلام بيبتدي حياة جديدة، قد يرفد من عمله، قد يغير محل إقامته، قد ينتقل من محل بلده التي فيها استقراره وأمواله، فيبدأ حياة جديدة، فيجد أن هو يكون في حالة ضعف، فلا بد أنك أنت تساعده حتى يقوى إيمانه ويستقر ويقوى الدين في قلبه من أموال الزكاة، فيسموها مؤلفة قلوبهم. هنشوف بقى ايه المؤلفة قلوبهم في الأزمنة الماضية كانت ازاي، لأن في أنواع بقى المؤلفة قلوبهم أنواع. انقرضوا كلهم بعد عزة الإسلام، ولم يبقى إلا النوع اللي إيه الذي قلت لك فيه، ولكن يمكن يضاف إليه بعض المؤلفة قلوبهم في زماننا ده، بعض الإعلاميين والصحفيين اللي هم مشوشين الفكرة عن الإسلام، ولكن أمام مكان إعلامي واسع كجريدة يكتب فيها عمود يومي فيشوش على الناس أفكارهم، فممكن دايما من مؤلفة قلوب نقول له انت الان ليه انت بتكتب الكلام ده ليه، يقول لك عشان الجريدة تتباع واكسب. نقول له خلاص ما تكتبش الكلام ده وهنديك فلوس عشان ما تشوش على الناس، وبعدين نعلمه امور دينه فترة بالتدريب كده لحد ما هو يعرف ان التشويش اللي في ذهنه ده ليس له واقع، وانه كل معلوماته عن الاسلام هي كلام قرأه عن المستشرقين وليس عن علماء الاسلام، فاختلط في ذهني اشياء شبه وتظن انها من الاسلام وليست من الاسلام في شيء. فممكن نقول له والله احنا نديك يا سيدي مبلغ كل شهر نعوض ايه ركود الجريدة، بدل ما كل شوية في الجريدة تجيب سيرة ايه كلام ملوش معنى علشان الناس تشتريه وتبيعها وهكذا. فممكن يدخل بعض الناس، او يكون مثلا مذيع او ماسك برنامج او شيء من هذا، وعامل برضو ايه شغلانة ويجيب الناس اللي هم بيسموه مفكر اسلامي، كل واحد مخه طائق يسموه مفكر اسلامي، ويجيبوه في الفضائيات يفكر، فكر بصوت عالي يقوم يشوش الناس وهو اصلا بيتكلم كلام ملوش لازمه. فنخلص الناس دي نقول بلاش والله تجيبوا المفكرين دول والعالم اللي مش فاهمين. وبيقول لك بس احنا اصلنا لما بنعمل برنامج زي ده الاتصالات بتكتر وبتبقى عندنا اعلانات وعندنا تسويق وبنقدر نجيب مرتبات العاملين في القناه. نقوم نقول له خلاص بيت مال المسلمين يدي لك يا سيدي اللي تصمد القناه، ويدي لك كمان البرامج اللي تملاها، ايه تملى فيها ساعات العمل عندك
بحيث انك انت تعين المسلمين على فهم امور دينهم. ممكن هذا يتصور، هذا يبقى موجود لو في بيت مال للمسلمين، ويكونوا دول من ضمن المؤلفة قلوبهم. لكن على اي حال هنشوف المؤلفة قلوبهم في الفترة الماضية في تاريخ الاسلام كانت ازاي. قوله: والمؤلفة جمع مؤلف من التأليف وهو الجمع. وقوله: وهم أربعة أقسام كلهم مسلمون، الأربعة أقسام. أما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من الزكاة ولا غيرها. ما ينفعش بقى كافر أنا برجو إسلامه وهو كافر أديله من الزكاة، لأن الزكاة مصرفها باختصار مسلم حي فقير كده، زي ما كان مشايخنا يقولون مسلم حي فقير. فما ينفعش اجهز بيها ميت لانه ميت خلاص. طب اجهز ميت منين؟ فقير، من مطلق الصدقه، لكن مش من اموال الزكاه. مطلق الصدقه ما يجراش، لكن مش من الزكاه. ليه؟ لانه ده ميت، لازم يكون مسلم وحي وفقير. يبقى المؤلفه قلوبهم الكفار، ان احنا ممكن يكون المسلمين في فتره من الفترات في حدود بينهم وبين الكفار، والكفار دول مستقوين على المسلمين، المسلمين مشغولين ما عندهمش جيش ولا عارفين يدافعوا عن نفسهم، والكفار دول كل سنه يغزوهم ويقلقوهم. فنيجي نقول لهم: والله انتوا ليه بتغزونا؟ يقول لنا: عشان انتوا عندكم بترول واحنا عايزين البترول. نقول لهم: طب ليه يا جماعه؟ انتوا ما تغزوناش وخليكم حدكم كده، والبترول ممكن نديكم 20% من البترول نديهولكم ببلاش، بس بشرط مفيش قتال عندنا، ما تدخلوش بلادنا تقاتلون، ونديهم ال 20% دي ايه من خزانه الدوله وليست من اموال الزكاه، عشان نامن جانبهم في فتره معينه، في فتره معينه قد يكون المسلمين غير قادرين على رد العدوان. فيبقى ايه؟ تصور في مؤلفه كروم كفار، ما يضرش، ممكن يجي فتره من الفتره، بس دول مش هديهم من اموال الزكاه، هنديهم من اموال الخزانه العامه للدوله. كويس؟ لكن الزكاه لازم يكون مؤلفه قلوبهم مسلم. واضح؟ والمؤلفه جمع مؤلف من التاليف وهو الجمع. وقوله: وهم اربعه اقسام وكلهم مسلمون. اما مؤلفه الكفار وهم من يرجى اسلامهم، وقد يكون في واحد كافر واخد بالك، لكن بيفكر وقاعد كل يوم والتاني يطلع ويستلف مننا كتب ويناقشنا، وحسينا كده ان هيرجى اسلامه، نقوم ايه؟ نعينه على انه يواجه حياته ونيسر له امور حياته، ويقوم يحبنا كمان اكتر. فاذا احبنا وهو كمان بيفكر وبيقرا، يمكن ده يرجى اسلامه يدخل. برضه ده مش هديله من فلوس الزكاه، نديله من مطلق الصدقه او من مطلق الخزانه العامه للدوله او من مطلق ما يملكه المسلم دون ان يحسبه من زكاه ماله. واضح؟ أو يخاف شرهم، أو يخاف شرهم فلا يعطون من زكاة ولا غيرها، لأن الله تعالى أعز الإسلام. سيدنا عمر بطل بقى يدي للكفار دول جميع أنواعهم في خلافة سيدنا عمر، قال لك إن الله أعز الإسلام خلاص، اللي يسلم يجي واللي ما يسلمش إحنا نحاربه، واخد بالك؟ اللي مش عاجبه اللي مش هيحاربنا هنحاربه. كان المسلمين في فترة قوة لا بأس. يبقى حكم سيدنا عمر مش شرط يستمر الى يوم الساعه، قد تتغير الاحكام في بعض البقاع وفي بعض الاماكن وفي بعض الازمنه وترجع تاني، واخد بالك؟ فما يجراش حاجه. لان الله تعالى اعز الاسلام واهله واغنى عن التاليف. قول احدها: مؤلفه المسلمين. قد عرفت ان الكل مسلمون، كل المؤلفه قلوبهم مسلمون، خلافا لما اللي هم باب الزكاه يعني. المؤلفة قلوبهم كلهم مسلمين في باب الزكاة، إنما في باب الحرب يدخل فيهم بعض الكفار أو من يرجى إسلام. كويس؟ لكن في باب الزكاة أما يقول لك المؤلفة قلوبهم كلهم مسلمين. واضح؟ خلافا لما يوهمه صنيع الشارع من أن بقية الأقسام مؤلفة الكفار وليس كذلك، أي في باب الزكاة. قوله: وهو من أسلم. مين بقى المؤلفة قلوبهم المسلمين؟ من أسلم ونيته ضعيفة. أيوة، الحال أن نيته ضعيفة في الإيمان، فيعطى ليقوى ايمانه بعد ان كان ضعيفا. يعني في ناس الرسول صلى الله عليه وسلم كان اداهم وهم حديثه عزم بالاسلام، اداهم اموال طائله لدرجه ان انشرح صدرهم للاسلام وصاروا بعد ذلك جند مسلمين. في ناس كده اول ما تلاقي تديله مال كتير
خلاص يستريح والإسلام يستقر في قلبه. بيجي بالفلوس، يجي بالفلوس، نديله حطام الدنيا اديهوله وانقذه من النار، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ادى الواحد غنم بين جبلين، وادى الواحد 100 ناقة، وكانوا لسه يا دوب مسلمين بقالهم يوم ولا 2. وبعدين في غزوة حنين كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم من الطلقاء، واداهم ولم يعطي ايه الانصار ولا الصحابة القدام، ما اعطاهمش. مش كده برضه في غزوة حنين لما تيجي تشوف كان معظم نفقات النبي وغزوة حنين كانت للمؤلفة قلوبهم، انهم حديث يعد الاسلام حتى ثبت الاسلام في قلوبهم. ليقوى ايمانه بعد ان كان ضعيفا وان كان صحيحا. وان كان ايمانه الضعيف ده كافي لانقاذه من الخلود في النار، لكن لسه لم يثبت في قلبه، لانه الايمان يعني يزيد وينقص بالنسبة لنا. الإيمان عندنا احنا عند المسلمين نخرج منهم مين؟ الأنبياء، ونخرج الملائكة. الإيمان يزيد وينقص عندنا احنا، أما بالنسبة للملائكة فلا يزيد ولا ينقص. الملائكة درجة إيمانهم واحدة، لا بيزيد إيمانهم ولا بينقص، هما درجة عالية من الإيمان وخلاص، لا يزيد ولا ينقص. كويس، ده الملائكة. وللأنبياء إيمانهم يزيد ولا ينقص، الأنبياء باستمرار في ترقي، فإيمانهم يزيد لكن غير قابل للنقصان لعصمة النبوة، ولأنهم أهل توفيق الله وفضل الله. والتحقيق أن المراد بذلك أن ائتلافه بالمسلمين ضعيف لنفرته منهم وعدم تودده إليهم، كما يشير إليه قول الشارح فيتألف بدفع الزكاة له. قول وبقية الأقسام في المبسوطات، اللي المؤلفة قلوبهم الأقسام الثانية في المبسوطات، أي الثلاثة أقسام الباقية من الأربعة المذكورة في المطولات، وهم من أسلم ونيته قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره من الكفار. ده نوع تاني، واحد تاني أسلم لكنه حاكم كبير بيحكم طائفة كبيرة من الكفار، أسلم هو صحيح، فلو ادينا له هيثبت قدمه في الاسلام، يقوم ايه قومه كلهم يدخلوا في الاسلام لشرفه، يبقى ده نديله برضه عشان قومه لما يشوفوا انه اسلم وربنا سبحانه وتعالى اكرمه والدنيا فتحت له بعد اسلامه، يقوم يقول لك والله احنا عايزين ننالنا من الخير اللي ايه لناله، ويكون طائع يعني مطاع في قومه. لكن له شرف في قومه يتوقع بإعطاء إسلام غيره من الكفار، زي أبي سفيان. أبي سفيان كان كده، يعني يمكن أبي سفيان لما أسلم كثير من الطلقاء أسلموا على إسلام أبي سفيان، لأنه كان مسموع القول عندهم وكان له يعني منزلة في قلوب الكفار. النوع الثاني، ومن يكفينا شر من يليه من الكفار، وفرت في طائفة من المسلمين بيننا وبين الكفار على الحدود، بلد على الحدود كده بيننا وبين الكفار، دول بيكفينا هم الكفار، كل ما الكفار يحاولوا يغيروا علينا هم يصدوه، فيبقى ممكن نديهم من فلوس الزكاة. ليه؟ علشان نقويهم ونقوي عتادهم بحيث ان هم يستطيعوا ان هو يمنعوا الكفار عنا. كويس، ده نوع ثالث. ومن يكفينا شر من يليه من الكفار. وفي نوع رابع، ومن يكفينا شر مانع الزكاة. وبرضه اللي ايه اللي يكفونا شر مانع الزكاة، يعني بيجبوا الزكاة، عندهم موظفين يجيبوا لنا الزكاة ويجيبوها لنا لحدنا، واي حد يمنع الزكاة من اقوامهم او من البلاد المحيطة بيهم يعاملوه معاملة شديدة بحيث ان يستطيعوا ان يطلعوا الزكاة منه. فدول برضه، بس خد بالك القسمين الاخرانيين دول اللي بيكفونا شر الكفار واللي بيكفونا شر مانع الزكاة، القسمان الاخران انما يعطيان عند احتياجنا اليهما. لو كنا احنا محتاجينهم نديهم ساعتها، لو احنا محتاجينهم عند احتياجنا اليهما. مين اللي هيحدد الحاجه وعدمها؟ الحاكم، حاكم المسلمين هو اللي يحددها، مش انا وانت. حاكم المسلمين هو اللي هيحدد احنا محتاجين الناس دي وجهدهم، ولا الحكومه مستغنيه بقوتها. كويس، هو ده اللي يحدد الحاجه، بحيث يكون إعطاؤهما أهون علينا من تجهيز جيش نبعثه للكفار أو مانع الزكاة. أما القسمان الأولان ف
فلا يشترط في إعطائهما ذلك، اللي هو القسم اللي ليه شرف في قوم يتوقع بإعطائه إسلام غيره، أو يكون أسلم ونيته ضعيفة. دول ما يشترطش إن يكون هو محتاج، فلا يشترط في إعطائهما ذلك، إن إحنا نبقى محتاجينهم، لأننا بنديهم هنا لمصلحتهم هم لهدف أخروي بحت، إن نثبت أقدامهم على الإسلام أو ندخل بإسلامهم غيرهم. كويس. وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ يبقى المؤلفة قلوبهم دول غالبا بيبقوا رجالة كده من حيث الوصف كده، بيدافعوا عن الإسلام، بيجيبوا لنا الزكاة، حديث عهد وهنوطد أقدامه. طب هل تكون المرأة كذلك؟ لأن المرأة غالبا في النفقة تابعة للرجل، فهل المرأة ممكن تستقل وتحتاج أنها تاخد نفقة أم لا؟ هي دي المسألة. يعني كل واحد من دول لما حد له هينفق على زوجاته وبناته وأخواته، فهم تابعين له في النفقة، فمش محتاجين. وعشان كده صارت المرأة بتناقش، هل المرأة في باب المؤلفة قلوبهم لها مكان، ولا هي تابعة للرجل في النفقة؟ وهل تكون المرأة من المؤلفة وجهان أصحهما؟ نعم. قال المحشي نقلا عن الزركشي، يبقى عندنا وجهان، وجه يقول لك لا ما تكونش من المؤلفة لأنها تابعة للرجل في النفقة، ووجه تاني قال لك لا ممكن تبقى لها سيادة في قومها، ذات شرف في قومها، تكون مشهورة صاحبة قلم وحديثة عهد بإسلام، ليست لها قرابة، ليست لها من ينفق عليها، كل ده ممكن. ولو فرق المالك سقط المؤلف. لو انت بقى هتفرق الزكاة بمعرفتك انت، زي الوقت في زماننا ده مش الحاكم هو اللي بيجمع الزكاة وينفقها، يبقى ما فيش حاجة اسمها مؤلفة قلوبهم في حقك، لان اللي بيحدد مؤلفة قلوبهم هم الحكام. كويس. يبقى انت في حقك اذا اخرجت الزكاة بنفسك، لان انت المالك هنا مش الحاكم، انت مالك المال وانت اللي هتخرج زكاة مالك، يبقى مش هيبقى عندك مؤلفة قلوبهم، ولا هيبقى عندك في سبيل الله اللي هي الغزو، ولا هيبقى كمان في زماننا ده في الرقاب. كويس. يبقى عندك، ولا هيبقى العاملين عليه، مش هيبقى عندك اربع مصارف، مش هتبقى موجودة، هتبقى انت لما بتطلع زكاة مالك بتطلعها في اربع مصارف بس، مش في ثمانية، في الفقير والمسكين وابن السبيل والمدين اللي هو الغارم بس، انما الباقيين لو الحاكم كمان بيطلع بقى، يبقى في الحالة دي يخشوا الباقي. واضح. طبعا الرقاب كانت موجودة زمان، زمان في الرقاب ان كنا ممكن ينفقها في ايه، في رفع الرق عن بعض المسلمين الرقيق، لكن في زماننا ما بقاش في رق، وان كان اللي بيبيع كليته كأنه بيبيع بعضه، وبيع البعض نوع من الرق، بيبيع جزء منه، يبقى هو بالظبط ضرب على نفسه الرق فصار مبعضا، فيبقى ملعون، ويبقى بيع الأعضاء كبيرة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها ولعن، لعن من ضرب على نفسه الرق أو باع نفسه، ملعون، قال عليه كده. فاللي بيع بعضه زي اللي بيع كله، فيدخل بيع بعض الأعضاء. واضح. حتى دي مهمة، لم يقل أحد عنها من الفقهاء إلا الدكتور يوسف إلى يومنا هذا، لم أقرأها لأحد، بس بحكم إن أنا في المهنة فشاعر بها، واخد بالك، فلا يجوز، يجوز، يبقى لأنها نوع من ضرب الرق، بس رقع مبعض، بعض نفسه فأجزاء منها ضرب عليه الرق فباعها وخد ثمنها، وده حرام قطعا، لأن ربنا خلقك حرا، فلا تضرب على نفسك الرق ولا تذل نفسك. لو كان بائع حرام مع الكبيرة من الكبائر، ولو كان متبرعا تصرف فيما لا يملك، لأن الإنسان لا يملك جسده، لأنك هتسأل عن جسدك وجوارحك نفسها هتشهد عليك، يبقى دليل إنها جوارحك دي مش أنت، ده أنت غير جوارحك، ده جوارحك دي هتبقى من ضمن الشهود عليك، ده هي الجوارح دي ربنا مديها لك بس تستمتع بيها فترة بما يرضي الله كده. استمتعت بها بما يرضي الله خير وبركه، ما استمتعتش بما يرضي الله هي هتبقى اول سبب لتعذيبك. الايد تشهد والعين تشهد والاذن تشهد، يبقى انت مأجر الشغلانه دي. يعني مأجر الجسد ده من الله ايجار كده، مقابل انك انت تشكره على هذه النعمه، فعليك ان تستعمله فيما يرضي الله، فانت لا تملك جسدك. واخد بالك؟ انت موكل
عن استعمال هذا الجسد في طاعة مولاك، وإلا فقد فيسألك الله أو يعفو عنك بقى، دي حاجة بينك وبين ربك، فأنت في مشيئة ربك، إن شاء غفر لك إن شاء عذبك، فيفعل ما يشاء سبحانه. ولو فرق المالك سقط سهم المؤلفة، كويس واضحة، لأن الإمام هو الذي يعطيهم إذا دعت الحاجة لذلك وأداه اجتهاده إليه، انتهى. ولعله محمول على القسمين الآخرين، فلا ينافي ما تقدم أن المؤلفة يعطيهم الإمام أو المالك ما يراه. في بقى مؤلفة ممكن يعطيها المالك مش الحاكم، لو واحد جارك مسيحي وأسلم وانت شايف ان ظروفه ضعيفة، وانه بعد ما أسلم رفضوا من عمله، ما عندوش بيت وابوه طرد، خلاص تديله، يبقى ده مؤلف ويبقى تديله وانت مالك. لكن نوع المؤلفة الثاني اللي هو بيصد الكفار، او المؤلفة الثاني اللي هو بيجبي لك الزكاة ويدي للحكومة، ده انت ما تديش للنوع ده، ده الحاكم هو اللي يديه. لكن المؤلفة قلوبهم لضعيف الايمان اللي هو وانت تعرفه جارك او قريب لك او شيء من هذا، ده تعطيه ما يجراش حاجة. يبقى في نوع من المؤلفة قلوبهم ربعهم، بس ربع المؤلفة قلوبهم ممكن يعطيها الملك. قول وفي الرقاب لعله ذكر في وفي الرقاب لعله ذكر في كلمة فيه، لعله ذكر في اللي هي لفظ في حرف في ده، نظرا للفظ الآية، وإلا فكان الظاهر أن يقول والرقاب إلى آخره. وعبارة الشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني، والخامس الرقاب على طول، ما قالش وفي الرقاب، الرقاب إلى آخره. فهو لما قال وفي الرقاب استئناسا بلفظ الآية يعني. ومن المعلوم أن الرقاب جمع رقبة، والمراد بها الذات كلها، فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. قول وهم المكاتبون كتابة صحيحة، اللي المكاتب يعني اللي اشترى نفسه من سيده بعقد على أن يدفع ثمن نفسه أقساط، فعجز عن سداد الأقساط، ده ممكن أنت تساعد وتديله بعض أقساطه حتى يحرر نفسه. ولازم يكون المكاتب ده لغير المزكي حتى لا يعود مالك لنفسك. ولو كان لك عبد ده مكاتب معاك انت، هو ملكك وعمل عقد الكتابة وعجز، فتقوم تديله انت من زكاتك عشان يديلك انت، ما ينفعش تعود المال لنفسك، لا. يبقى لازم يكون المكاتب ده لغير المزكي، واضح؟ ولو لنحو كافر، ولو كان هذا المكاتب ملك كافر بس يبقى مسلم، المكاتب نفسه يبقى مسلم حتى لو يملكه كافر، ندي له يعطي للكافر ثمن ويتخلص مما هو فيه، زي ما عمل سيدنا رسول الله مع سيدنا سلمان الفارسي، مش كان ملك يهودي وأعانه على تسديد ايه ثمنه، بل زرع له النخل بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم عشان يحرر نفسه. ولو لنحو كافر وهاشمي ومطلبي، الهاشمي والمطلبي دول ايه لا يأخذ الزكاة. طب افرض الهاشمي او المطلبي ده هو اللي كاتب العبد بتاعه وعجز العبد من الاداء، ممكن ادي للعبد ده يدي للهاشمي من الزكاة؟ ما هو هياخدها بطريقة غير مباشرة. قال لك لان هي ما بقتش زكاة في حقه، ده بقت ثمن العبد اللي يملكه، مش كده برضو؟ فعشان كده ممكن تدي للهاشمي وللمطلبي، فيعطون ما يعينهم على العتق ان لم يكن معهم ما يفي. بنجومهم، إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم كمان، يعني حتى النجوم اللي الأقساط يعني، لأنه كانوا زمان العرب تسمي القسط نجم، ليه؟ لأنه يقول لك حدي لك عند ظهور نجم كذا، ما كانش عندهم نتيجة ولا أيام، كانوا بيحسبوها بالنجوم، يعني النجم الفلاني ده بيظهر عند العرب معروف في إيه؟ في نصف العام، وده يظهر في آخر العام، أو يظهر في تلت العام وهكذا، فيقول له حدي لك عند ظهور نجم كذا قسط وهكذا، فسموها نجوم للنسبة دي. أما المكاتبون للمزكي فلا يعطون من زكاته لعود الفائدة إليه، مع كون المعطى اللي هو العبد المعطى يعني ملكه، فلا يرد ما إذا أعطى المزكي مدينه شيئا من زكاته. بخلاف ان انا ممكن ادي للمدين مني شيء من زكاة مال،
بس بشرط ما اشترطش عليه انه يسدد منها ديني، حتى ولو خد الزكاة مني دي وراح تسدد لي ديني يجوز، لان انا لا املك المدينة. فهمتني؟ بخلاف العبد، انا بملك العبد. واضح؟ فلا يرد ما اذا اعطى المزكي مدينه شيئا من زكاته فرده له عن دينه، فانه يصح ما لم يشترط عليه، لان لو اشترط عليه يبقى ما ملكوش ملكيه كامله، والمفروض التمليك يتم كامل في الزكاه للفقير. لو اقول له طيب انا انت سالف مني 10,000 جنيه، طب انا هديك 10,000 جنيه من زكاه مالي، بس بشرط تسدد لي بيهم دينك عليا. لو شرط كده لا يصح. لكن هو عارف انه الراجل ده راجل من اهل المروءه، وانه ما يحبش يبقى معاه فلوس ويبقى من دي، فاداله ال 10,000 وهو عارف بعلمه، ثم اداله ووافق علمه علم فعلا فعله، لا باس طالما ما اشترطش. واضح؟ فيبقى الاول يملكه ثم يتصرف الفقير كيف شاء، يسدد بيها دينه ما يسددش دينه، دي مساله بقى تانية. لان المدين ليس ملكه، بخلاف المكاتب هنا ملكه. فالمكاتب ما ينفعش ادي للمكاتب اللي هو ايه اللي انا املكه من زكاتي حتى يسدد كتابته، ولكن لي ان اعطي المدين من الدين ليسدد دينه على دون ان اشترط. والفرق ان ده املكه وده لا املكه. واضح؟ اما المكاتب كتابة فاسدة مقابل للمكاتبين كتابة صحيحة، وقوله فلا يعطى من سهم المكاتبين لعله اقتصر عليه لانه المتوهم، والا فلا يعطى من الزكاة شيئا لا من سهم المكاتبين ولا من سهم غيرهم. لا يعطى من سهم المكاتبين ولا من سهم غيرهم، ده لما يبقى مكاتب كتابة فاسدة. يعني عمل عقد كتابة ويجي يقول انا كتبت سيدي وسيده ما كانش موافق، دي كتابة فاسدة. ده من جهة واحدة، اللي تنفع ما لازم سيدك يبقى موافق، فهمت؟ يبقى دي مكاتبة فاسدة. او عمل عقد كتابة على 1000 جنيه قسط لمدة 9 سنوات، وسيده قال له لا ده انا عايز 3000 جنيه قسط لمدة 9 سنوات مش 1000، فاختلفوا في الثمن، واخد بالك؟ يبقى دي كتابة فاسدة، لازم لموافقة الطرفين الاول، واخد بالك؟ لها صور كتير المكاتبة الفاسدة. فالكتابة فاسدة ده ما ينفعش لا تديله من الزكاة لكونه فقير ولا لكونه مكاتب، لأن الكتابة فاسدة وهو نفقته تابعة لسيده، فأنا ما اديلوش، فسيده هو اللي ينفق عليه مش أنا، فاهم؟ مش أنا اللي هو بيت المال يعني، أو مالك الزكاة اللي بيوزعها. والغارم والنوع الباقي والغارم اللي هو قبل ايه وابن السبيل والغارم وايه وفي سبيل الله. والغارم اللي هو ايه اي من جنس الغارم، فقال فيه للجنس الغارم اي جنس، اي انسان يصير مدينا عاجز عن السداد يسمى غارم. فالالف واللامين للجنس، يعني لا يعني لو راجل ينفع غارم، لو امرأة ينفع، لو صبي ينفع، بس يبقى مسلم في أي سن، طالما يبقى غارم يبقى ده جنس الغارم، لا يشترط فيها ذكورة ولا أنوثة ولا صغر ولا كبر ولا بلوغ ولا حاجة. واضح؟ أي من جنس الغارم، فقال فيه للجنس. وفي بعض النسخ والغارمون بصيغة الجمع، وهي ظاهرة وهو من الغرم وهو اللزوم، لأن الدائن يلزم المدين. حتى ساعات تملي تقول على العدو ايه غريم، غريم ليه؟ لانه بيتربص بعدوه، فتلاقيه ملازم ليه، منتظره في كل حته، لابد له في الدره، عايز يطخه غريم. فالغريم يعني الملازم لايه؟ لغريمه. لان الدائن يلزم المدين حتى يقضيه دينه، ومن ثم يطلق الغريم على كل من الدائن والمدين، فكلمه الغريم دي تطلق على الاثنين. وقوله على ثلاثه اقسام، الغارم على ثلاث أقسام، أي كائن على ثلاثة أقسام من كينونة المقسم على أقسامه. قول أحدها أي الأقسام الثلاثة، وقول من استدان أي تداين وتحمل دينا، وقول لتسكين فتنة بين طائفتين، هذا هو معنى قول بعضهم لإصلاح ذات البين،
اي الحال الواقع بين القوم. يبقى النوع الاول في الغارم ان هو راجل شهم، راجل شهم عمدة بلد ولا رئيس مكان، وبعدين بيحصل خلاف بين العائلات والاسر على حاجات معينة. جيت انا اشتريت منك فدان، فاشتريته منك ب40,000 جنيه، بعد 3 شهور الارض ايه جات الحكومة عملت طريق، فالفدان ده بدل ما بقى يساوي 40,000 بقى يساوي 3 مليون جنيه. فانا رحت رايح لك ماسك في خناقك، طب ما البيع تم خلاص، انا مالي، انا اشتريته كان سعره ساعتها كده والعقد تم وانا تملكته، لكن التاني طماع راح، لا انت ضحكت عليا، ده ب 3 مليون دلوقتي، يا سيدي انا مشتريه منك من عده شهور، كان ساعتها سعره كده، انا ما ضحكتش عليك وانت موافق. خناقه، وجايب عيلته بالعصيان، وعيلتي انا واقفه قدامه بالعصيان، وهتبقى شغلانه بقى. يوم يجي لك الراجل الشامي ده يقول لهم انتوا مختلفين على ايه؟ يقول له ده ضحك عليا في 2 مليون، يقول له يا عم خد 2 مليون يلا روح. يقوم يحل ويدفع من جيبه. في ناس من النوعيه دي كانت زمان، انما دلوقتي ما بقتش موجوده. كانت في ناس زمان كانت كده، تدفع من جيبها عشان تسكن الفتن اللي بين الناس. كويس؟ او يلاقوا قتيل مثلا في ايه؟ على طريق من اسره معينه. والاسره دي هي اعداء مع اسره ثانيه، فيروح الاسره دي تقول لك اه اكيد الاسره دي هي اللي قتلته، مع ان الاسره دي ما قتلتوش. فيبتدي بقى ايه يشيع الطار بينهم ويبتدوا يقتلوا بعض، يقول لهم يا جماعه انا هتحمل ديه هذا القتيل، القتيل ده ديته 800,000 جنيه خدوه بس وخلاص، مش عايزين حرب بقى وهدوا نفسكم. يبقى تحمل هذا من اجل الاصلاح بين الناس. فصار هذا الرجل اللي بيعمل كده اهل المروءه دول تملي غارم، حتى لو معاه مال كتير برضه تلاقيه غارم، اي حاجه بتجيله قاعد بيصرفها على الناس. فده ممكن نروح مديله. كويس؟ لان هو بيقوم بالمواساه واصلاح بين الناس، فلازم اعينه على هذا، يبقى بيت مال المسلمين يتحمل عنه. يتحمل عنه اللي ايه اللي عجز عن سداده، لكن اللي تم سداده خلاص. افرض هو دم سدد جزء وباقي جزء. بيت المال يتحمل الباقي مش اللي اتسدد، واضح؟ يبقى ده اول نوع. من تحمل دينا لتسكين فتنة بين طائفتين، هذا هو معنى قول بعضهم لإصلاح ذات البين، أي الحال الواقع بين القوم. وقول في قتيل أي بسبب قتيل ولو غير آدمي، بل ولو كلبا. كلب حراس مات مثلا عند واحد عنده أموال وعنده مصانع، وقال لك أصحاب المصنع اللي جنبه هم اللي قتلوه، دول مستقصديني وبقيت بشغل. الكلب هيخليها حرب. يا عم الكلب ده كلفك قد ايه؟ خد ثمنه يا عم وخلصنا، نجيب لك غيره. ويروح جايب له كلب تاني ويديله. والكلب ليه ثمن؟ عند الشافعيه لا ثمن له، لان النبي نهى عن ثمن الكلب والبغي، مش كده برضه؟ مهر البغي وثمن الكلب. امال ايه الثمن اللي بيدفع ده؟ الاحناف اجازوا ثمنه، والمالكيه ان كان له وظيفه كصيد او حراسه، انما غير كده فلا يجوز. الشافعي قالوا لا، حتى ولو كلب حراسه لا يباع، لان النبي نهى عن ثمن الكلب مطلقا. طب امال الدفع ده اللي بتدفعه ده يسيبها مقابل انتفاع، بس يسموه مقابل انتفاع، لكن هو اصلا ملوش ثمن، ليس محلا لان يكون محل عقد بيع اصلا الكلب، لا يصلح. طب بس الكلب ده مكلفني، ده انا باكله كل يوم وربيته وعلمته وخد مني وقت، كل ده جهد مال، يبقى خلاص نديله مبلغ مقابل انتفاع، ان هو يحل ايده عنه ويطلق يدي فيه انتفع به كيف شئت، لان اصلا غير قابل للتملك. واضح؟ ده عند الشافعي. يعني التفصيل مختلف، العمل واحد. ده هياخد الكلب ويدفع فلوس الشافعي، والحنفي والمالكي ياخد الكلب ويدفع فلوس، الاثنين هيدفعوا فلوس من حيث العمل، لكن الشافعي بيدفع الفلوس مقابل انتفاع لا مقابل تملك، لانه ليس محلا لعقد بيع. واضح؟ والمالكي بيدفع مقابل تملك ويعتبره ملكه. واضح الكلام؟ وقول لم يظهر قاتله ليس بقيد، قول فتحمل دينا بسبب ذلك اي بسبب تسكين الفتنه المذكوره، ولو حذف هذا لم يضر لانه تصريح بما علم من سابق. وقول فيقضى دينه اي فيعطى ما يقضى ما يقضي به دينه. وقول غنيا كان او فقيرا، يبقى الراجل ده اللي هو تحمل هذا من اجل الاصلاح بين الناس
نديله ونسدد دينه حتى ولو كان الرجل غني او كان الرجل ده فقير، ما تفرقش معانا، طالما عجز عن سداد هذا الدين احنا نسدده بالنيابه عنه، حتى لو عنده املاك وضياع واموال لكن ليس عنده سيوله برضه نسدد عنه. ليه نعمل كده؟ اي ترغيبا في هذه المكرمه، لان الراجل ده راجل كريم ذو مروءه، ودي مكرمه، الاصلاح بين الناس شيء مطلوب شرعا، فانا عايز اشجعه على هذه المكرمه. كويس؟ اذ لو اشترط الفقر لقلت الرغبه في هذه المكرمه. قول وانما يعطى الغارم عند بقاء الدين بس، لكن افرض سدد المطلوب، ما خلاص ما يعطاش بقى من باب الغارم، افرض سدد المطلوب منه علشان يصلح بين الطائفتين فصار هو فقيرا، ما بقاش يملك شيء، يعطى بقى لانه فقير مش لانه غارم. واضح؟ يعطى لكونه فقير مش لكونه غارم. وانما يعطى الغارم عند بقاء الدين، فيعطى ما لم يسقط عنه الدين بوفاء او غيره. وقول فان اداه من ماله، اي بعد ان تداينه اولا، وقوله او دفعه ابتداء اي من غير تداين، بان دفع ما يسكن به الفتنه من ماله ولم يتداين، وقول لم يعطى من سهم الغارمين في الصور دي كلها، لو دفعه من ماله نفسه كويس من غير تداين ابتداء او دفع ما يسكن وتداين، واخد بالك، ولم يتداين برضه، يبقى في الحاله دي لم يعطى من سهم الغارمين، اي في الصورتين. ومثلهما ما لو أبرئ منه وخرج بسهم الغارمين سهم غيرهم كالفقراء إن كان منهم فيعطى منه. كويس؟ لكن لو كان فقير بقى نعطيه من سهم الفقراء وليس من سهم الغارمين. وبقية أقسام الغارمين في المبسوطات، أي والباقي من أقسام الغارمين الثلاثة المذكورة في المطولات، والإثنان الباقيان أحدهما من تداين لنفسه أو عياله في مباح أو جائز طاعة كان أم لا، وإن صرفوه في معصية. الله، تداين وجاب للعيال تلفزيون، يبقى غارمين. تقولوش يعني حبك يعني لازم تجيب التلفزيون وتقعد تقتت فيه بقى، فاهم؟ نديله. تداين وشرب حشيش، الله، مجرم، بس ما مازال مسلم وعليه دين، خدت بالك؟ وبعدين انا ما سدد دينه، يمكن هو يفوق لنفسه، يمكن هو بيشرب الحشيش ده ولا الخمره دي عشان ينسى ديونه، لما خرجنا من ازمته يمكن يتوب الى الله، خدت بالك؟ يبقى من تداين لنفسه او عياله في مباح اي جائز طاعه كان ام لا، وان صرفه في معصيه، او تداين في معصيه وصرفه في مباح، او صرفه فيها وتاب، صرفه في المعصية بس يظن انه هيتوب وظن صدقه، وان قصرت المدة فيعطى مع الحاجة بان يحل الدين ولم يقدر على وفائه، بخلاف ما لو تداين في معصية وصرفه فيها ولم يتب، ولو لم يحتج فلا يعطى لسداد دينه اللي هو ايه، خده في معصية وصرفه في المعصية ومش ناوي يتوب، ده ما نديلوش بقى لان كده بشجعه. لكن انا واحد شايفه ندمان وزعلان وغلبان وعايز يتوب، بس خرجني بالازمه اللي انا فيها، مش هعمل كده تاني، هسيب الشله دي مش هقعد معاها تاني، خلاص بقى سددها له، خدت بالك؟ وخلصها، خليه يبقى انسان جديد زي شعبان عبد الرحيم، واخد بالك؟ اما يبقى انسان جديد حاجه كويسه. وما لو ما لو لم يحتاج فلا يعطى، أو برضه إيه، تداين لكن ما احتاجش. وثانيهما من تداين لضمان، فإن ضمن بإذن المضمون لم يعطى إلا إن أعسر مع الأصيل، وإن ضمن بلا إذنه لم يعطى إلا إن أعسر وإن لم يعسر الأصيل. يعني أنا ضمنت واحد، فالواحد ده عجز عن السداد بإذن هذا الواحد، يبقى ساعتها إيه؟ يدوني لو عجزت عن سداد الضمان حتى، بس بشرط ان انا اعجز وايه، والاصيل يعجز، لان انا باذن الاصيل هنا،
لكن انا كده تبرع كده ضمنته من غير اذن الاصيل، كويس؟ فالاصيل ما دفعش، وانا فروحت انا غرمت، فاروح للاصيل اقول له انا يعني قلت لك اضمني يا اخي، يبقى ساعتها واخد بالك ازاي لا يعطى الا اذا عسر هو وان لم يعسر الاصيل. قول: واما سبيل الله فهم الغزاة. واما سبيل الله فهم الغزاة. خد بالك ان الغارم ده ممكن اديله ولو كان من ابنائي، يعني الابن ما اعطيهوش من زكاة مالي لانه فرعي، وكذلك الوالد لا اعطيه من زكاة مالي لانه اصلي، فلا الاصل ياخذ من زكاة المال ولا الفرع ياخذ من زكاة المال في باب الفقير والمسكين، لكن ياخذ من زكاة المال في باب الغارم، كويس ازاي؟ وفي باب الغارم ممكن اديله، وابن السبيل، وباب ابن السبيل، يبقى لو كان غارم او ابن سبيل وهو ابويا او ابني اديله من الزكاة، واديله من الزكاة الفرق ان الفقير بديله ما يغنيه، لكن ابن السبيل بديله ما يوصله الى بلده، والغارم بديه ما يسدد دينه مش ما يغنيه، واضح؟ انما الفقير اعطيه ما يغنيه، والمسكين اعطيه ما يغنيه، فالاصل لا يعطي الفرع ولا الفرع يعطي الاصل على باب الفقر والغنى، ولكن يعطي ان كان في باب الغارم لسداد الغرم او في باب ابن السبيل للوصول الى بلده بس، واضح؟ يبقى في ناس كتير تسأل السؤال ده، يقول لك انا ابني ما اشترى شقة باقساط عشان يتجوز وعجز عن تسديد الاقساط، ينفع يا عم الشيخ ادفع له من زكاة مالي؟ نقول له ينفع تدفع له الاقساط من زكاة مالك لانه غارم، واضح؟ يقول لك طب ينفع اكله من زكاة مالي؟ نقول له لا، انت المفروض تأكله زي ما بتاكل لانه ده ابنك، فهمتني ازاي؟ ما ينفعش تبقى انت شبعان وجعان، كما انه لو اتعكس الحال ما ينفعش يبقى هو شبعان وابوه جاع، لازم ياكل ابوه زي ما بياكل، فهمتني بقى ازاي؟ لكن ممكن تديله اقساط اللي يسدد بيها دينه بس، حتى لو كانت غاليه قوي، ما هو ما هو بيشتري حاجه تليق به، كل واحد يشتري الحاجه اللي تليق بيه، مش هو ولا هيعر العيله يعني؟ عايزه يعر العيله؟ طيب ما هو العيله ليها مستوى اجتماعي معين، وهم بيحبوا يسكنوا في احياء معينه، واخد بالك؟ فراح اشترى الواد، راح على مستوى العيله حسب ما اتربى، هو متربي في حي معين عايز يقعد في الحي ده، فهمتني ازاي؟ يبقى خلاص ما يجراش حاجه، يعني الشرع بيراعي مثل هذه الحاله النفسيه، ان كل واحد ليه حاله نفسيه معينه يحتاج ان هو يعيش فيها زي ما اتربى، فتديله. واما سبيل الله، مش قال لك وفي سبيل الله اللي هم مين؟ الجند المرتزق، الجند اللي هو مش جندي معين، جندي عند الجيش بيقبض مرتب، لا ده متطوع، يبقى المتطوع ده هو ده اللي بياخد من الزكاة في سبيل الله عشان ينفق على اهله فترة القتال، لانه ما بيطلعلوش مرتب، واخد بالك؟ واما سبيل الله فهم الغزاة. أصل السبيل الطريق، فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله، وهو يشمل كل طاعة، لكن غلب استعماله عرفا وشرعا في الجهاد لأنه طريق الشهادة الموصلة إلى الله تعالى، فلذلك كان الغزو أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه، ثم استعمل في الغزاة لكون الغزو قائما بهم. وقوله: الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزق، أي في دفترهم. وقوله: بل هم متطوعون، يبقى المرتزقة دول اللي يسموهم ايه؟ جندي عامل، مرتزق يعني بياخد رزقه من الجيش، يبقى ده اسمه مرتزق. شغلتك ايه؟ جندي. شغلتك ايه؟ ضابط بياخد مرتب عليه، يبقى ده خلاص ما ياخدش. لكن اما يبقى لا مهنة، لا يعني لا ليس مدون عندهم في ديوان المرتزقة في الجيش، ما بيقبضش، واحنا محتاجين ان ناس متطوعه تروح تقاتل، يبقى النوع المتطوع ده اللي نديله بقى ياخد المرتب منه. اي في دفترهم. وقوله: بل هم متطوعون بالجهاد، اي فيعطون ولو اغنياء إعانة لهم على الغزو، ويجب على كل منهم رد ما اخذه ان لم يغزو،
بخلاف الفقير والمسكين. الفقير والمسكين ياخد حتى وما زاد عن حاجته، طالما لانك انت بتغنيه فترة عمره مش فترة يومه، فترة عمره كلها ده الفقير. انما اللي خارج في سبيل الله ده نديله علشان يستعين بيه على الغزو. افرض خده وبعدين جاء ابوه ايه وهيقعد جنب ابوه مش هياخده، يرجع الفلوس اللي خدها، واخد بالك، على طول، لان هو كان واخدها لغرض الغزو، فلما لم يغزو يرجع. او ما فضل بعد غزو، او خد مثلا ادينا له 100,000 جنيه علشان يروح الغزوه دي، ينفق على نفسه وينفق على اسرته لمده ايه 6 اشهر، دي النفقه اللي هيحتاجها في 6 اشهر، 100,000 جنيه، 50,000 يجهز نفسه ويجيب مدفع ويجيب مش عارف ايه ويجيب حاجات، و50,000 يسيبها لاهله ينفقوا منها الفتره اللي هيغيب عنها، فخد ال 100,000 جنيه دي ومشي، واخد بالك. خلصنا الغزو، بدل ما كان قعدنا 6 شهور في الغزوه دي، ربنا يسرها خلصناه في 2 شهر، يرجع يرجع الباقي، يرجع يروح مرجع الباقي، خدت بالك. او ما فضل بعد غزوه، ان فضل بعد غزوه شيء له وقع كما تقدم. قول: واما ابن السبيل، انما قيل له ابن السبيل لكونه ملازما له، يعني للسبيل، كملازمة الابن لأبيه، فكأنه ابنه. ومن هذا المعنى قيل للملازمين للدنيا المنهمكين في تحصيلها أبناء الدنيا، قوله فهو ابن السبيل، كأن السبيل بقى أبوه، لأن الابن تملي بيلازم أبيه، فهو صار ملوش أهل إلا الطريق اللي ماشي فيه لحد ما يوصل لأهل، فكأنه بقى ابن هذا الطريق لملازمته له. فهو من تعريف ابن السبيل بقى من ينشئ سفرا من بلد الزكاة او يكون مجتازا ببلدها، يا اما هيسافر من بلد الزكاة لبلده، او انه يكون جاي من بلد بعيدة ومعدي على بلد الزكاة مجتازا فيه، او يكون مارا ببلدها في سفره، اي من يبتلئ سفرا من بلد الزكاة او يكون مارا ببلدها في سفره، فيعطى، يعطى ما يغنيه ولا ما يوصله؟ ما يوصله بس، ما يوصله مقصده او ماله كما مر، يعطى المال اللي بيوصله لحد ما يبلغ المال بتاعه اللي هو موجود في مكان معين، او المقصد بتاعه اللي هي بلده اللي هيروح. قول: ويشترط فيه، اي في ابن السبيل، اي في اعطائه وقوله الحاجة، فلو لم يحتج، لو ابن يشترط في ابن السبيل ده ان يبقى محتاج، لكن افرض ابن السبيل بس معاه فلوس واهله بيبعتوا له، خلاص ما تديلوش. فلو لم يحتج بان كان معه ما يوصله مقصده او ماله لم يعطى. وقوله وعدم المعصية، اي بسفره، فلو كان عاصيا بسفره، غير العاصي في سفره، عاصي في سفره، يعني ايه؟ يعني اهله بعتوه يدرس في الازهر، فبقى يسهر في الكازينوهات، فهو اصلا سفره طاعة، لكن في وسط سفره ده عصى، يبقى عاصي في سفره، كويس؟ عاصي في سفره، يبقى في الحالة دي اديله العاصي في سفره، لان سفره من الاصل ليس معصية، ده هو عصى في السفر لا بالسفر، لكن هناك اهله بعتينه عشان يتعلم الباليه. احنا برضو بتوع باليه مسلمين، احنا بتوع باليه نترقص، يبقى ده عاصي بالسفر، عاصي بالسفر، العاصي بالسفر لا يعطى، لانه ده سفره في حد ذاته هو معصية من اوله، من اول ما انشأه كده، خارج يتعلم التمثيل، رايح بعثة يتعلم التمثيل فانقطع به الطريق، يبقى ده عاصي بالسفر، خارج من بيته بدون موافقة أبيه وأمه ولو عشان يجاهد في سبيل الله، يبقى عاصي بالسفر، ده لا يعطى لأنه عاق والديه. واضح؟ يبقى في فرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. المعصية بالسفر لا ينط بها رخص، ما ينفعش يفطر في رمضان عشان نسافر، وما ينفعش يكسر الصلاة ولا يجمعها، لأن الشرع لا يعين العاصي على معصيته. واضح؟
لكن العاصي كالمرأة التي تسافر بغير إذن زوجها تبقى اسمها عاصية بالسفر. جوزها قال لها ما تروحيش تسافري طنطا علشان أبوكي عيان هناك، هنكتفي بأننا نسأل عليه بالتليفون كل يوم، لكن ما تسيبيش العيال وقت الامتحانات وتروحي تقعدي لي عند أبوكي أسبوع وأنا عندي شغل والعيال تضيع في المذاكرة. راحت هي ما صدقت، راحت الشغل من هنا الصبح، راحت خارجة واخدة عربية من الباب للباب لطنطا تشوف أبوها. يبقى دي عاصية بالصبر، ما ينفعش بقى تروح هناك تكسر الصلاة لأنها خرجت عليه إيه بدون إذن إيه زوجها، تبقى عاصية بالسفر. والعاصي في السفر خارج في سفر صحيح مباح لطلب الرزق أو للسعي أو للجهاد أو شيء من هذا، وهو في طريقه بقى يعكس الستات، يكذب، يخطف حاجة من السوق والناس مش واخدة بالها ياكلها يسرقها، يلا الحكاية ماشية. يبقى ده اسمه عاصي في السفر، له أن يترخص، لأن مش مقصود للإنسان وهو مسافر إنه يبقى معصوم، مش كده برضه؟ ممكن يعمل بعض المعاصي، يتفرج على وهو راكب الأتوبيس على فيلم الفيديو اللي مشغلينه في الأتوبيس وهو مسخرة، واخد بالك إزاي؟ مع إنه هو مسافر سفر صحيح، بس هو لقى الفيلم يلا شغال يلا بالمرة نشتغل، فهمت؟ يبقى هنا إيه؟ ياخد باله من الحاجات دي، في فرق بين العاصي في السفر والعاصي بالسفر. هنا بقى بيقول لك إيه؟ وقول عدم المعصية أي بسفره، فلو كان عاصيا بسفره لم يعطى، كعق والديه والخارج بغير إذن زوجه، الأمثلة اللي قلناها دي كلها. وكذا لو سافر لغير غرض صحيح، لو كان مسافر لغير غرض صحيح، هائم على وجه ماشي كده من بلاد الله لخلق الله، طب ليه يا ابني رايح ماشي من بلاد الله لخلق الله؟ يقول لك كده ما بحبش أصلي أقعد في بلد معين، عندي ملل، خلاص أنت حر بقى. لكن خارج من بلاد الله لخلق الله هائم فارا من ظالم بيطارده، يبقى خلاص بقى ساعده، فهم؟ انما هنا مش فر من حاجه، لا فر من الزهق بس. هل بقى نراعي هذا الزهق الحاله النفسيه دي ولا لا نراعيها؟ غير منضبطه الحاله النفسيه دي، غير منضبطه فما نراعيهاش، لكن ممكن نحسن اليه بس مش من الزكاه، نحسن اليه بس مش من الزكاه. أأكله أشربه أعزمه على أكلة أجيب له حاجة ساعة أبيته عندي يوم، يمشي الحكاية. احنا مسلمين لبعضهم لكن مش من باب الزكاة، من باب الشفقة والأخوة والمواساة والحاجات الحلوة دي اللي عند المسلمين. كويس. قوله وقوله مبتدأ خبره، قوله فيه إشارة إلى آخره، قوله وإلى من يوجد منهم عطف على قوله إلى الأصناف الثمانية، والمراد من يوجد منهم في محل الزكاة بالنسبة للمالك، لأنه يحرم عليه نقلها إلى غيره. المالك اللي بيطلع الزكاة يحرم عليه أن ينقل الزكاة من بلده، من بلد اللي كسب فيها ماله إلى غيره، إنما الحاكم هو اللي له أن ينقل الزكاة من محل إلى غيره. فلو كان مالك يبقى يوزع زكاته في البلد اللي هو فيها، لأن فقراء هذه المحلة لهم دخل في تحصيل هذا المال، فيبقى لهم أحق بالمال ده. أنا راجل فاتح مصنع وعامله مثلا في دمنهور، وكل ربحي جاي لي من دمنهور، يبقى فقراء دمنهور دول اللي شغالين في المصنع بتاعي هم سبب ربحي، يبقى هم أولى الناس أديهم زكاة مالي، لأن هم دول في سبب غناية، وأروح واخد أنا الفلوس من دمنهور أوزعها على بتوع القاهرة. طب بتوع القاهرة دول تعبوا معايا، عملوا لي حاجة؟ ما عملوش حاجة، خدت بالك؟ يبقى أنا ما انقلهاش طالما المحل اللي أنا فيه ما زال فيه فقراء، واضح؟ يبقى تديهم. عندك أنت أرض برضو، عندك مثلا 50-60 فدان مزرعة تزرعها وعندك فيها فلاحين مزارعين، هتطلع الزكاة، الربح اللي جاي ده من الأرض ده بمجهود العالم دي، يبقى اديهم من الزكاة، اديهم الزكاة. هم لولا سواعدهم وعرقهم ما كانتش طلع لك مال ولا ثمر ولا حاجة. في ناس بقى تفهم غلط، يقول لك اصل انا لو اديت لهم هيعود عليا الخدمه بتاعتهم مره تانية. انت مالك؟ هو الشرع عايز كده يسل من قلوبهم الحقد عليك، يقوموا يتمنوا لك الخير، يقوموا يحافظوا على مالك، لان عارفين ان مالك لو زاد هيعود عليهم برضه. انما انت يا اخي تروح واخد كل المال ده وتمص قواهم وبعدين تدي لغيرهم، يقوموا يقولوا ايه؟ يدعوا عليك.
ولو كانوا اهل شر كمان يحرقوا المخزن ويسموا المواشي، لانه بقى اهل شر بقى. فهمت؟ بيحصل الحاجات دي ولا بتحصل؟ بتحصل. فجاءت الزكاه عشان تعالج النفوس دي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، يؤخذ من اغنيائهم ويرد الى فقرائهم، مش كده قايل كده؟ يؤخذ من اغنيائهم ويرد الى فقرائهم. يوم فقراء الحي يبقوا فرحانين باغنياء الحي، يقول لهم يا رب يغنوا، يا رب ربنا يكرمهم، اصل لما بيكرمهم بيعود علينا برضه. فهمت؟ انما لما يحسوا ان هم ما بيكرموش يقولوا ربنا ينتقم منهم، وهم يحصل حريقه يقول لك الحمد لله بذنبنا، خليهم يدوقوا. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى حقد بقى، والحقد ده حاجه وحشه بتحرق الناس. والمراد من يوجد منهم في محل الزكاة بالنسبة للمالك، لأنه يحرم عليه نقلها إلى غيرها إلى غيره، أو في محل ولاية الإمام بالنسبة له لجواز النقل له. قول أي الأصناف تفسير للضمير في قوله منهم، قول فيه أي في ذلك القول، وقول إشارة إلى أنه أي الحال والشأن، وقول إذا فقد بعض الأصناف ووجد بعض الأصناف أي كما في زماننا هذا، فإنه إنما يوجد بعض الأصناف كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل، هو ما فيش بقى اللي في الرقاب والحاجات دي. وقول وتصرف لمن وجد أي فيرد نصيب البعض المفقود على الموجود، ويجب تعميم من وجد منهم، يعني كل الأصناف تعممها بقدر الإمكان تكفيهم. قول فإن فقدوا كلهم أي في محل الزكاة أو في محل ولاية الإمام، لكن قول حفظت الزكاة إلى آخره ظاهر في الثانية، فلعلها المرادة دون الأولى، لأنه تقدم أنه إذا عدموا كلهم في محلها وجب نقلها إلى مثله بأقرب بلد إليه. وقول حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم أي فإن وجدوا كلهم أو بعضهم صرفت إليهم، أما في الأولى فظاهر، وأما في الثانية فلأنه يرد إلى بعضهم الذي وجد منهم نصيب من لم يوجد. طب افرض مش موجودة، كل بلاد المسلمين أغنياء مش لاقيين حد خالص، كل الولايات تمام، ما هو من ضمن علامات اخر الزمان ان يخرج الغني بزكاته فلا يجد من يقبلها لكثره الاموال، من ضمن يعني علامات الساعه كثره الاموال وتراكم الاموال في ايدي الناس، وده يعني بوادره موجوده. شوف انت البترول دلوقتي البربيل بقى 140 دولار، تراكمت الاموال تراكم رهيب في بلاد البترول الان، تراكم عجيب يعني غنى عجيب فاحش فوق الفاحش بقى، بحيث ان لو طلعوا زكاة اموالهم هتكفي جميع فقراء المسلمين في جميع انحاء بلاد المسلمين، لان غنى فاحش. تصور انت مثلا ما بيكونوا بيبيعوا مثلا ملايين البراميل في اليوم، والبراميل ب 140 دولار ويوميا بيبيع، يوميا بيبيع، ايه ده؟ ده حاجه يعجز الاله انها تحسب من شده الغنى الفاحش ده. فلو طلعوا الزكاه بما يرضي الله هتبص تلاقي فعلا ما فيش فقير، يعني هذا متصور في زماننا ده، في زماننا ده متصور فعلا ما تلاقيش فقير لو الناس دفعت الزكاة. فهمت ازاي؟ متصور. فإن تصورنا هذا يبقى يحفظ هذا المال بقى لحين ما يتوفر ايه الفقير، يحفظه ايه في البنوك، تفشل في البنوك كده تحت ايه أي ظرف يظهر فيه فقير. من الأصناف الثمانية، قوله من الأصناف الثمانية أي لذكرهم في الآية بصيغة الجمع فيما عدا سبيل الله وابن السبيل، حيث قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، والجمع هو المراد بسبيل الله لأنه اسم للغزاة كما مر، وهو المراد أيضا بابن السبيل لأنه للجنس المتحقق في الجمع بقرينة التعبير بالجمع في صدر الآية. ومن المعلوم أن أقل الجمع ثلاثة، يبقى ساعتها لازم يشمل الأصناف كلها بحيث يدي على الأقل ثلاثة من كل صنف، عشان ده جمع الفقراء أقل الجمع ثلاث يبقى ثلاث فقراء، والمساكين أقل الجمع ثلاث يبقى ثلاث مساكين، وابن السبيل أقل الجمع ثلاث يبقى ثلاثة ابن سبيل، وهكذا يعني يعم ويجمع. واخد بالك ازاي؟ ادي معنى كلام. لكن طبعا ايه، احنا من حيث العمل يجوز اعطائها لصنف واحد ببل واحد من حيث العمل، يعني ده رأي الشافعية على فكرة. قول إلا العامل فإنه يجوز إلى آخر، هذا لا يظهر إلا إذا قسم الإمام، مع أن فرض الكلام فيما إذا قسم المالك،
فالاستثناء منقطع إلا العامل، إلا هنا تبقى استثناء منقطع يعني إيه؟ يعني ليس من جنس السابق. أدي معناه استثناء منقطع يعني ليس من جنس السابق. لما أقول كل المصلين يتبعوني إلا النصارى، يبقى ده استثناء منقطع، لأن النصارى دول مش مصلين. فهمتني إزاي؟ زي برضو إيه؟ فإنه ده في سورة النمل بيقول له إيه؟ فولى مدبره ولم يعقب، قال يا موسى أقبل إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. إلا استثناء منقطع، لأن المرسلون هنا معصومون، أي إلا من ظلم من أتباعهم. يبقى ده استثناء منقطع، مش كده؟ إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. طب المرسلون بيظلموا؟ دول معصومين. يبقى ده إلا ده استثناء منقطع. بس تفتكر إن في بعض المرسلين بيظلموا، تبقى مش فاهم، لأن المرسلون كلهم معصومون لا يظلمون. واضح؟ يعني إلا من ظلم من أتباعه. زي برضه ما يقول لك مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، استثناء منقطع، لأن التجارة مش باطل، مش مستثنى من الباطل، مش كده برضه؟ يبقى في حاجات اسمها استثناء منقطع يعني ليس من جنس السابق. ده كتير في القرآن، كتير هتقابلك في القرآن. عشان كده ما يقول إلا العامل فإنه يجوز، هذا لا يظهر إلا إذا قسم الإمام، مع أن فرض الكلام فيما إذا قسم المالك فالاستثناء منقطع. فهمت بقى الاستثناء المنقطع؟ ها؟ في طيب ما احنا قلناها في الشرح، يعني قلناها في الشرح، وده مفروض فيما إذا قسم المالك ولم ينحصر، أو انحصر، انحصر ولم يوف بهم المال، دون ما إذا قسم الإمام أو المالك وانحصروا وفى بهم المال، فإنه يجب حينئذ التعميم كما مر. يعني لو المال يوفي إنك أنت تاخد ثلاثة على الأقل من كل صنف وتعمم، يبقى ما ينفعش تقتصر، يبقى تقتصر لو المال لم يوفي. واضح؟ بس فإذا قسم المالك فالاستثناء منقطع، ويحتمل أن المعنى إلا العامل فإنه يسقط فيكون مناسبا للغرض. وعليه شرح الشيخ الخطيب فإنه قال إلا العامل فإنه يسقط إذا قسم المالك، لكن شارحنا جرى على الأول قوله إن حصلت به الكفاية، فإن لم تحصل به الكفاية زيد عليه ما تحصل به الكفاية، ولا يعطى ولو متعددا إلا قدر أجرة مثله. يعني إلا العامل فإنه يجوز إن أنت تدي العامل واحد، لو حصلت به الكفاية في جمع الزكاة عامل واحد يكفيني، يبقى ممكن أكتفي. واخد بالك إزاي؟ إن حصلت الكفاية بواحد، فإن لم تحصل به الكفاية زيد عليه، نبعت معاه عامل تاني، عامل تالت، عامل رابع، يبقى عمال كتير لحد ما تحصل بهم الكفاية في جمع الزكاة. واضح؟ زيد عليه ما تحصل به الكفاية، ولا يعطى ولو متعددا إلا قدر أجرة مثله. العامل عليا ما بياخدش إلا أجرة مثله، يوميته مش كفايته، بخلاف الفقير والغني والمسكين نديه ما يعطيه، إنما العامل عليا ندي له أجرة مثله. يوميتك كام؟ 30 جنيه في اليوم، اشتغلت تجبي الزكاة 10 أيام في 30، خد 300 جنيه. يوميتك 50، خد 10 أيام، خد 500 جنيه، على قد ايه اجرته. فهم؟ ده العامل عليه. فهو مستثنى من وجوب التسوية بين الاصناف كما مر التنبيه عليه. قوله غرم للثالث اقل متمول هو المعتمد، يعني لو ادى الاثنين، واذا صرف الاثنين من كل صنف نغرمه للثالث اقل متمول ولو حاجة بسيطة، عشان ايه؟ نجبر النقص. يعني كل ده تفاصيل مذهب الشافعي، الباقيين ما بيقولوش كده. وقيل يغرم له الثلث، يعني بالتلت بالأتلات، يعني أنا المفروض أدي للفقراء ثلاثة، حد لكل فقير مثلا 500 جنيه، أنا أديت لاثنين فقراء بس أديتهم 1000 جنيه، وأديت للمساكين كل مسكين 300 جنيه، أديت لاثنين مساكين 600 جنيه،
واخد بالك؟ يبقى انا هنا وانا عندي لسه مال، يقوم ايه يغرموه فقير تالت اقل متمول، ان شاء الله نقول له اديله ولو 10 جنيه، ده اسمه اقل متمول. في التانيين يقول لك لا بالاتلات، يدي لكل فقير يغرم 500 ويغرم 300 زي الباقيين. فهمت؟ ادي الايه التفاصيل يعني في المثل. غرم للثالث اقل متمول هو المعتمد، المعتبر انك تدي له اي حاجه اي مبلغ، ولكن المقابل للمعتمد تدي له قدهم. وقيل يغرم له الثلث ضعيف، ووجه انه ضيع عليه الثلث باعطائها للاثنين، وهو ظاهر فيما اذا وجبت التسويه، لكن القول الاول يوجه بان الكلام مفروض فيما اذا لم تجب التسويه، وعلى هذا فلا خلاف بين القولين. يعني هل يجب التسويه بين الفقراء ولا ممكن اميز بعض الفقراء بمبلغ اكثر من فقير؟ الراجح ان ممكن، وفي قول يقول لك يجب التسويه. وخمسة لا يجوز دفعها اي الزكاة اليهم، خمس اصناف ما ينفعش ندفع لهم الزكاة. غرضه بذلك الاشارة الى شروط من يدفع اليه الزكاة: الغني بمال او كسب، واحد ما عندوش رصيد خالص في بيته لكن بيخرج الصبح يشتغل يرجع بكفايته، يبقى ده غني بكسب، يبقى ما ينفعش ياخد الزكاة. لا تجوز لذي مرة غني، مش كده الرسول قال كده؟ دي مرة يعني قوة، غني راجل صنايعي كسيب يخرج كل يوم الصبح يشتغل صنعته يرجع ما عنده ما يكفيه، ده ما ياخدش الزكاة إلا إذا عجز، أصيب بمرض بداء عجزه عن العمل بقى خلاص نديله، لكن طول ما هو ربنا مديله القوة وبيخرج ويشتغل ما يديلوش. زي ما قلت لك دكتور وعنده عيادة فاتح كل يوم يروح عيادته يشتغل، يجي له شوية مرضى يدفعوا له فلوس يرجع مبسوط معاه كفايته، وهو راجع عمل حادثة واخد بالك، قطع رجله جاله شلل قفل عيادته قعد في بيته فقير، ياخد زكاة خلاص لأنه ما بقاش بقى ذي مرة غني. فاهم؟ أو يكون غني بمال، يعني ايه؟ يعني هو قاعد لكن عنده أطيان بيأجرها واخد بالك، ويجي له منها ريع يكفيه السنة في حالها، يبقى ده برضه ما ياخدش الزكاة. أو عنده رصيد في البنك بيكفيه، يبقى ده برضه ما ياخدش من الزكاة. واضح؟ يبقى الغني بمال أو كسب أي بكل منهما أو بهما معا، فأو مانعة خلو، عارف أنت مانعة الخلو؟ مانعة قلناها الدور اللي فات، مانعة خلو تجوز الجمع وتجوز عدمه أحدهما أو الاثنين معا، وهذا قسم واحد على النسخة التي فيها. والكافر، أما النوع الثاني الكافر، يبقى الغني بمال أو كسب والكافر ده ما ينفعش أديله زكاة برضه. أما على نسخة التي فيها ولا تصح للكافر فيجعل الغني بمال قسما والغني بكسب قسما، لأن قوله على هذه النسخة ولا تصح للكافر جملة مستأنفة فلا تتم الخمسة إلا بما ذكر. يبقى ما ينفعش أدي للغني بمال أو كسب أو كلاهما بمال وكسب أو أحدهم، كويس؟ أو كافر. هل الغني بمال ده واحد والغني بكسب ده نمرة اتنين وبقى للكافر نمرة تلاتة عشان عد الخمسة؟ خلاف في العد ما تفرقش، المهم تعرف الأصناف. فائدة: اختلف هل الافضل الغني الشاكر، دي بعض الايه حاجات بقى التفاصيل اللي يحب يجيبها لك الشيخ البيجوري في وسط الكلام كده. هل الافضل الغني الشاكر او الفقير الصابر؟ يعني لو خيرت ان تكون فقيرا صابرا ام ان تكون غنيا شاكرا، تختار ايه؟ ايهما الافضل في الاخره عند الله؟ يحب الغني الشاكر ولا يحب اكتر؟ الاثنين بيحبهم، بس بيحب مين اكتر؟ الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ كويس. والمعتمد ان الغني الشاكر افضل خلافا للبلقيني، البلقيني قال العكس، الفقير الشاكر افضل، الفقير الصابر افضل. وانا اقول لك ايه الافضل؟ ما اقامك الله فيه. فالافضليه تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال، من عبادي من لا يصلحه الا الفقر فان اغنيته افسدته، فيبقى الفقر ليه دواء، ومن عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان اغنيته افسدته فان افقرته افسدته فلا يصلحه الا الغنى. يبقى ما ارادك فيما اقامك، فما اقامك هو افضل شيء ليك، ارضى بيه
تكن افضل الخلق عند الله، واخد بقى، اقنع بما رزقك الله تكن ايه، تكن اغنى الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في معيد الناس يحبك الناس، مش كده برضو؟ يبقى الرأي المراجح عندي انه ما اقامك هو الافضل، ويختلف باختلاف الاشخاص. اقامك في الغنى اشكر واحمد ربنا ولا تتمنى الفقر، اقامك في الفقر اصبر واحمد ربنا ولا تتمنى الغنى، لان يمكن لو جالك غنى تفسد، تظلم الناس، تتكبر عليهم، تقعد تسهر هناك في الكباريهات، تنفق فلوسك على الرقصات، ام ربنا فقرك عشان تقعد في الجامد، احمد ربنا لو كان اداك فلوس كنت هتقعد في الكباريه، مش كده؟ ممكن وتقع ولا لا؟ ممكن. يبقى الواحد يحمد ربنا على ما اقام الله فيه. لا الغني يتمنى الفقر ولا الفقير يتمنى الغنى، بل ترضى بما اقامك الله فيه وترضى بما قسمه الله لك، هو ده افضل شيء. فالحكايه هنا المناقشه دي مناقشه صفصائيه، واخد بالك؟ انا عندي غير مقبوله. الغني النبي كان فقيرا صابرا غنيا شاكرا في آن واحد، كان أغنى الخلق، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يبيت طويا لا يجد طعاما، وربط الحجر على بطنه، فتحقق بالمقامين صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى المقامين لهم فضل، حتى يكون الغني الشاكر له أسوة بالنبي فيعطي وينفق، وحتى يكون الفقير الصابر له أسوة بالنبي، كان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وكان يربط الحجر على بطنه، وكان يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا، اللهم اجعل رزق ال محمدا قوتا، يعني وجبه وجبه، لا عايز عنده اوضه خزين ولا ثلاجه ولا نمليه ولا حاجه، يعني الاكل على قد ما يشبع وما فيش حاجه تتشال. طب اما يجوع بعد كده ربنا زي ما رزقنا في دي يرزقنا اللي بعدها. او النبي كان يتمنى كده، مع انه لو طلب ان ياكل من الجنه لاكل. فهمتني بقى ازاي؟ فيبقى التحقق بهذا احسن. ولا ينافيه ما ورد من دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة، لأنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. بس ممكن تقول آه ده الفقراء هيدخلوا الجنة قبل الأغنياء ب 500 سنة، يبقوا الفقراء أفضل. مش ممكن تقول كده؟ قال لك لا ما يشترطش. طب ما هو النبي هيدخل الجنة بعد ما الناس كلها تدخل الجنة وهو أفضل الخلق، لأنه مشغول بالشفاعة. ما هو النبي لما يدخل أمته كلها الجنة هيدخل بعدها. هتلاقي النبي شغال بين الصراط والميزان، وشغال قاعد بيأخذ امته واحد ورا الثاني واحد ومشغول، وبعد ما كل الناس تدخل يدخل هو صلى الله عليه وسلم، يستري، لانه كان منا بمنزله الوالد من ولد. فمش معنى كده ان النبي هيدخل بعد الناس معناه ان النبي اقل فضلا من غيرهم، لا، هو افضل الخلق. فعلشان كده ايه، ما تقولش بقى ايه الدليل ده. والعبد اي غير المكاتب لغير المزكى، ما ينفعش، يبقى ما ينفعش ادي الزكاة للغني بمال او كسب، ولا للكافر، ولا لمين تاني، ولا للعبد المملوك، لان العبد المملوك نفقته على سيده، مش كده برضو؟ والعبد اي غير المكاتب لغير المزكى بقرينة ما مر، فلا حق في الزكاة لمن به رق غير المكاتب السابق. والصنفين الباقيين وبنو هاشم وبنو المطلب اللي هم يسموهم آل البيت، قال البيت دول ما ياخدوش الزكاة، بنو هاشم وبنو المطلب اللي هم أشراف النسب، لو عارف إن نسبه شريف ما ياخدش من الزكاة، خلاص حرام ياخذها. في زماننا ده أجاز بعض العلماء، والأفضل إيه؟ عدم أخذها. أجاز بعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا لأن آل البيت ربنا أغناهم بالخمس من الغنائم، فإداهم الخمس من الغنائم فما ياخدوش من الصدقة. طب الوقت ما بقاش في غنائم، والمسلمين ما بقوش يجاهدوا، ولا في جيوش، ولا في فتوحات، ما بقاش في خمس، فلما غاب الخمس هل ياخده؟ بعض علماء الشافعية المتأخرين قال لك ياخده خلاص، لأنه غاب الخمس، واخد بالك ازاي؟ وبعض العلماء التانيين قالوا لا، يعني الأفضل إن الأمة تقوم بحقهم ولا تجعلهم إيه في حال فقر يحتاجون أن يمدوا أيديهم قياما بحق إيه نسبهم محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. يبقى وبنو هاشم وبنو المطلب، المراد بالبنين ما يشمل البنات، ففيه تغليب، فلا يجوز دفع الزكاه لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد، ولقول لا احل لكم اهل البيت من الصدقات شيئا، ان لكم في خمس الخمس ما يكفيكم او يغنيكم، اي بل يغنيكم. قول سواء منعوا
سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا، وكذا عتقاهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأن في ولاية. ونقل عن الصخر القول بجواز صرف الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذا من قوله في الحديث إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس. لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم، ولا بأس بتقليد الاستخر في قوله الآن لاحتياجهم. ده كلام مين؟ الشيخ البيجوري، يقول لك لا بأس إننا نأجل الاستخر في هذا الزمان لاحتياجهم. وكان شيخنا رحمه الله يميل إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم. قول وكذا عتقاهم أي لخبر مولى القوم منهم، وقول لا يجوز دفع الزكاة إليهم ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور كالتفسير للمراد من التشبيه، فالمعنى أن عتقاهم مثلهم في عدم جواز دفع الزكاة إليهم. والعتق بفتح العين وسكون التاء جمع عتيق مرضى جمع مريض، أو بضم العين العتقى وفتح التاء العتقى جمع عتيق أيضا ككرماء جمع كريم. قول ويجوز لكل منهم أي من بني هاشم وبني المطلب، وكذا عتقاهم قول أخذ صدقة التطوع، لكن مش صدقة إيه؟ الزكاة، أي الصدقة المتطوع بها. فالممتنع عليهم إنما هو أخذ الصدقة الواجبة دون المندوبة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيمتنع عليه كل من الصدقة الواجبة والمندوبة لأنها لا تليق بمقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. وقوله على المشهور هو المعتمد، ولعل مقابله يأخذ بعموم الحديثين السابقين، وعلى الأول فهما محمولان على الواجبة. قول والكافر أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي المسلمين، فلا حق للكافر فيها. نعم الكيال والجمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفار مستأجرين من سهم العامل اللي بيكيل، عامل بيكيل، عامل بيحفظ الجمال الحيوانات، ويبقى كده نديله من أجر العامل كويس، لأن ذلك أجرة لا زكاة. قول وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر، على هذه النسخة تكون الجملة مستأنفة وتكون الخمسة قد كملت بعد الغني بمال واحدا والغني بكسب واحدا، وعلى النسخة الأولى بعد الغني مطلقا بعد الغني مطلقا قسما واحدا، وتتم الخمسة بالكافر فيكون هو الخامس كما مر. فما ينفعش إيه يدي برضو. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين. الواجب عليك النفقة عليهم، ما ينفعش تديهم زكاتك، أولادك، زوجتك، أمك، أختك، إذا كان واجب عليك النفقة عليهم يبقى ما ينفعش تديهم، أبيك، كل دول ما ينفعش تديهم الزكاة. وإن كان الأخت يجوز على إيه؟ على اعتبار أنها ليست من الأصل ولا الفرع. ومن تلزم إلى آخر من مبتدأ، وقول لا يدفعه إليهم إلى آخر خبر، والجملة مستأنفة، وجعله الخطيب الشيخ الخطيب قسما من الخمسة لكونه جعل بني هاشم وبني المطلب قسما واحدا. وقول المزكي ليس بقيد، لأن المكفي بنفقة غيره لا يجوز دفع الزكاة إليه سواء كانت نفقته لازمة للمزكي أو لغيره. ولذلك قلنا فيما تقدم ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد لأنه غير محتاج، زي أخت أخوها بيصرف عليها متكفل بيها وهي فقيرة، ما ينفعش تديها زكاة لأن في واحد قائم بالنفقة عليه، لكن تديها زكاة لو أخوها متخلي عنه. واضح؟ كمكتسب كل يوم من قدر كفايته. فلو حذف المزكي لكان أخطر وأشمل. وقول نفقته أفرد الضمير هنا نظرا للفظ، نظرا للفظ من للفظ من نظرا للفظ من أي من، يعني لفظ من، لأن من ده اسم موصول إيه ينفع فيه الجمع وينفع فيه الإفراد. وجمعه في إليهم نظرا لمعناها. قول لا يجوز دفعها إليهم أي لا يجزئ أيضا، والظاهر عود الضمير في إليهم إلى من تلزم المزكي نفقتهم، وإنما جمعه نظرا لمعناها كما علمته أنفا. ويحتمل على بعد عودة على الخمسة المتقدمة بجعل من تلزم المزكي نفقته واحدا منها كما جرى عليه الشيخ الخطيب. وقول باسم الفقراء والمساكين أي باعتبار كونهم يسمون باسم الفقراء والمساكين لعدم تسميتهم باسم الفقراء والمساكين لغناهم بنفقته عليهم.
وهذا قيد خرج به دفعها إليهم باسم غير الفقراء والمساكين من بقية الأصناف إذا كانوا منهم، كما أشار الشارح بقوله ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلا، أي أو عاملين أو مؤلفين أو مسافرين. نعم المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة. والله تعالى أعلم. ونقف على كتاب بيان أحكام الصيام ابتداء من السبت القادم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وآمنا في أوطاننا وفي أدياننا وفي أبداننا، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمنا والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.